السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام لاستعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الثلاثاء الموافق للرابع عشر من شهر إبريل لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع صحيفة الأيام والتي استهلت فعاليات وطنية. جلالة الملك المفدى أيده الله هو ملك الإنسانية، ومبادراته هي تعبير عن المشاعر الأبوية. طيران الخليج، رحلات لإجلاء البحرينيين من الخارج، البدء بالتجارب السريرية للعلاج ببلازما المتعافين. ومع صحيفة أخبار الخليج والتي عنونت في أولى صفحاتها لهذا اليوم، إشادة أممية بتوجيهات الملك أيده الله بتوفير الرعاية الطبية للمواطنين والمقيمين. رئيس الوزراء يوجه بضرورة توفير السلع الاستهلاكية. إلزام أصحاب العمل بتوفير الكمامات وأجهزة قياس الحرارة. ومع صحيفة الوطن والتي استهلت، الملك يصادق على اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي للمدفوعات الخليجية. مجلس الوزراء حث المدارس والجامعات الخاصة على خفض الرسوم. ناس، إجمالي دعم الغرفة بلغ 1.5 مليون دينار. وإلى صحيفة البلاد والتي بيّنت، سمو رئيس الوزراء التأكد من وفرة السلع وموازنة أسعارها وجودتها. شهران لبدء تطبيق الضمان الصحي في حمد الجامعي. أهلا بكم من جديد. نشرت صحيفة الأيام أن رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة أعلن عن بدء مملكة البحرين بالتجارب السريرية للعلاج ببلازما المتعافين من فيروس كورونا، وذلك لعشرين حالة قائمة في مراكز العزل والعلاج. لفتت صحيفة الأيام أن أعضاء مجلس النواب أعربوا عن رفضهم لمزايدات ترعاها جهات خارجية لإطلاق سراح نزلاء بزعم حمايتهم من فيروس كورونا، منوهين أن جلالة الملك المفدى أيده الله يرعى جميع أبنائه، وأن جهود مملكة البحرين في مكافحة فيروس كورونا هي محل إشادة عالمية من الكثير من الدول والمنظمات. نشرت صحيفة الأيام مقالا افتتاحيا لها بعنوان ملك الإنسانية سلام وتحية، فإلى أبرز ما جاء في هذا المقال. إن تحدثنا عن الإنسانية فإن مبادرات جلالة الملك المفدى أيده الله لا تنتهي، وصارت تمثل مدادا لأبناء المجتمع البحريني الذين يتطلعون لحياة أفضل على أرض الوطن. ولأن البحرين تقف على هذه الأرض الصلبة العامرة بالثقة والطمأنينة، فلا يحق لأحد أيا كان المزايدة على قيادة الوطن، خاصة حين يكون الأمر متعلقا بالإنسانية. إن توقفنا مع المبادرات الإنسانية المتعددة لجلالة الملك المفدى بالعفو عن النزلاء إنها لا تنتهي، فما زالت مشاعر الشكر والامتنان على ألسن المفرج عنهم وأهاليهم. نستغرب من تلك الدعوات الصادرة بالداخل والخارج بإطلاق سراح سجناء بعينهم، لأنها مزايدة في غير محلها، وتنطلق من مصالح ضيقة متناسية الجرائم الإرهابية التي عرضت سلامة المجتمع بأكمله للخطر. لذلك نقول لكم، إن كنتم تريدون سلامة النزلاء فإن كل النزلاء يلقون رعاية على أعلى مستوى، وإن كنتم تريدون المزايدة والصيد في الماء العكر فعليكم بالكف عن تلك الأساليب البالية التي تجاوزها الزمن.
صحيفة أخبار الخليج نشرت أنه خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الدكتور عبد اللطيف الزياني مع الأمين العام للأمم المتحدة، أشاد أنطونيو غوتيريش على الإجراءات الاحترازية الاستباقية التي قامت بها مملكة البحرين لمكافحة فيروس كورونا ومنع انتشار العدوى للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والوافدين على حد سواء، مثمنا التزام مملكة البحرين وما تقوم به من جهود مع الأمم المتحدة لمكافحة جائحة كورونا. لفتت صحيفة أخبار الخليج أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أصدر تعميماً إدارياً لمنشآت القطاع الخاص بتوفير كمامات الوجه الوقائية وإلزام جميع العمال باستخدامها في مواقع العمل، بالإضافة إلى قياس درجة الحرارة لجميع العمال عند دخولهم لمواقع العمل وخروجهم أثناء العمل. لفتت صحيفة أخبار الخليج أن الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا أعلن عن تطبيق منهجية موسعة للفحص خلال الأيام القادمة لتغطية أكبر شريحة ممكنة من المواطنين والمقيمين. وقال الفريق الوطني أن خيار فرض حظر التجوال الجزئي على مناطق معينة بمملكة البحرين لا يزال قائما، إلا أن الوضع الراهن لا يستدعي هذا التطبيق. اليوم فلنصفق للأعلام، عنوان مقال نشر في صحيفة البلاد للكاتبة حورية الديري، تحدثت فيه عن فريق الأعلام البحريني والذي يعتبر ضمن خطوط الدفاع الرئيسية لمواجهة فيروس كورونا. فإلى المقال. نعم جميعا، اليوم يتوجب علينا التصفيق لفريق الإعلام البحريني كما قمنا منذ أيام بالتصفيق لفريق الكادر الطبي المتميز باعتبارهما ضمن خطوط الدفاع الرئيسة لمواجهة فيروس كورونا، وبالنظر الثاقب فيما يقوم به جنودنا في وزارة شؤون الإعلام والصحف المحلية منذ بداية أزمة كورونا يتوجب علينا تصفيق منقطع النظير، حيث عملت الوزارة على نشر الوعي حول التعامل مع فيروس كورونا عبر جميع منصاتها المرئية والمسموعة والإلكترونية، كما سخر صحفيون والكتاب أقلامهم للوقوف على مجريات الأزمة منذ بدايتها، جعلوا رسالتهم تعبيرا عن حرصهم التام على سلامة الوطن والمواطن. نعم، ألف تحية وتقدير لتلك الكوادر البشرية التي تعمل بكل حب وإخلاص لتأدية واجبها الوطني والعمل على تعزيز الوعي المجتمعي. فما نراه ونسمعه ونقرأه اليوم عبر منصاتنا الإعلامية دليلا قاطعا على روح الوحدة الوطنية والشراكة الفاعلة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين. نطالع من صحيفة الوطن أن غرفة تجارة وصناعة البحرين أكدت استمرارها في دعمها لكافة الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا، مبينة عن المساهمة بمبلغ 1.5 مليون دينار لعدد من المبادرات الرامية للتقليل من الآثار والتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا. بيّنت صحيفة الأيام أن لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق بعد زيارتها للإدارة العامة للإصلاح والتأهيل أكدت على أن الإدارة قامت بتوفير كافة إجراءات السلامة والوقاية للحفاظ على سلامة وصحة جميع النزلاء من فيروس كورونا. هذا ونقرأ من صحيفة الأيام أن اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث أكدت خلال اجتماعها الدوري عبر تقنية الاتصال المرئي أن المخزون الطبي متوفر في مملكة البحرين لمدة تصل إلى 1.5 عام، وأن مخزون الأدوية الخاصة لعلاج فيروس كورونا متوفرة لمدة 2 سنين.
لفتت صحيفة الوطن أن وزارة الصحة في سلطنة عمان الشقيقة أكدت أن مملكة البحرين تسير على النهج الصحيح في التعامل مع الوضع الصحي الراهن للحد من انتشار فيروس كورونا بين المجتمع في مملكة البحرين. لفتت صحيفة الأيام أن وزارة الصحة قامت بإجراء فحوصات لعدد من العمال الذين يعملون في مجال توصيل الطلبات الخارجية سواء للمطاعم أو المحلات التجارية، وذلك ضمن العملية الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا. بقلم الكاتب عبد المنعم إبراهيم نقرأ مقالا في صحيفة أخبار الخليج بعنوان مملكة البحرين ضحت بكل ما لديها واشترت صحة مواطنيها. فإلى هذا المقال. إشادات عالمية كثيرة بتجربة البحرين في مكافحة كورونا، منها منظمة الصحة العالمية نفسها، لكن الأهم من كل هذه الإشادات الرسمية الدولية هو ما حظيت به الدولة من تعاطف ومحبة كبيرة في قلوب أبنائها وشعبها، ليس فقط من قبل المصابين بكورونا وأسرهم. الحكومة حرصت على إجلاء رعاياها من مختلف دول العالم وتوفير الطائرات لإعادتهم إلى ذويهم وعائلاتهم في وطنهم البحرين. الدولة باعت كل ما لديها واشترت صحة مواطنيها في الداخل والخارج، تعبير بسيط لكنه يختزل فلسفة وسياسة القيادة الحكيمة في مملكة البحرين في كل محنة يمر بها الشعب، سياسية أو اقتصادية أو صحية. حفظ الله البحرين من كل شر. نشر الصحيفة الأيام أن وليد المانع وكيل وزارة الصحة شدد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم أمس على أهمية التركيز على التباعد الاجتماعي بشكل عام في المرحلة الحالية. نشرت صحيفة الوطن أن الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا كشف خلال المؤتمر الصحفي أن الطاقة الاستيعابية اليومية للفحص ازدادت 11 ضعفاً منذ بداية إجراء الفحوصات المختبرية. هذا ولفت الصحيفة الأيام أن طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين أكدت أنها مستمرة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في التزامها بتسيير رحلات خاصة لعودة المواطنين البحرينيين من الخارج من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التركية، مشيرة إلى أنها قامت بتسيير رحلاتها الأولى ضمن رحلات الإجلاء لعودة المواطنين البحرينيين من إيران. إلى ذلك، نشرت صحيفة الأيام صورة لآخر إحصائيات فيروس كورونا محلياً وعالمياً. نشرت صحيفة الوطن مقالا للكاتبة هيفاء عدوان، فإلى أبرز ما جاء في هذا المقال. ألا يتساءل هؤلاء المستغلون في التجارة بحق أنفسهم ووطنهم؟ كم من إنسان سيعجز عن تأمين معيشة أسرته واحتياجاته الأساسية؟ ألا يعرف هؤلاء أن ما يجنونه من هذا الاستغلال والطمع مال حرام يؤخذ بغير حق، مصداقا لقول رسولنا العظيم: لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. ما تقوم به مؤسسات الدولة المعنية بمتابعة ومراقبة الأسواق واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المستغلين والجشعين تؤكد أن البحرين ليست فاقدة للمناعة ومؤسساتها لن تدخل الحجر عن العمل.
نشرت صحيفة البلاد على صفحتها الأخيرة صورة طفل يستقبل والدته التي تعمل في أحد عيادات الفحص بعد يوم طويل، بلا شك هي مصدر فخر. وإلى فن الكاريكاتير من صحيفة البلاد. إلى هنا مشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.